ينضم إلينا البروفيسور جمال الدين البرقادي، أستاذ الأمراض التنفسية بكلية الطب والصيدلة بالرباط ومدير مستشفى مولاي يوسف بالعاصمة. سيد البرقادي، أهلا بكم. مرحبا، شكرا على الاستضافة. أهلا بكم. إذن على غير ما اعتدناه، خلال الأشهر الثلاثة الماضية أصبح المغرب يسجل عدد مثير للانتباه من الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة. هل هذا الأمر عاد من وجهة نظركم كمتخصص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال هذا الأمر لا يمكن أن نعتبره عاديا، لأن اعتدنا كما قلتم في خصوصا في الأسبوع الأخير الأسبوعين الأخيرين على أعداد أقل من 100 أو تجاور 100، ولكن هذا الارتفاع اللي جاء قدر نقوله مفاجئ هو غير عادي. يمكن يكون مرده واحد يعني واحد القسط من هذا الارتفاع، ربما راجع للتحري الواسع اللي ولينا تنتحروا هذا الفيروس. دابا عندنا تقريبا اكثر من 20,000 تيست او اختبار في اليوم، ولكن بطبيعه الحال كدراسه علميه لهذا الارتفاع هذا يعني ان الفيروس ما زال ينتقل في البلاد ديالنا، وكذلك هذا الفيروس ينتقل بسرعة، لأننا تنشوفه يوم بعد يوم يعني هذا الأسبوع الأخير يعني الأعداد يعني كبيرة نسبيا. ثم كذلك الدرس الآخر الذي يعني خدينا من هذا الارتفاع ديال هذا الأسبوع الأخير، وأن الأشخاص، والمسألة كانت فيها واحد شوية ديال النقاش، واش الأشخاص اللي ما عندهمش الأعراض واش ينقلوا المرض ولا ما ينقلوش المرض، فتبين بطبيعة الحال بأن الأشخاص الذين ليست لهم أعراض هم كذلك يشكلون مصدر للعدوى، وقد يعني يعادون أشخاص آخرين غير مصابين. طيب. المهم نعم. تفضل أستاذ بروفيسور. نعم، المهم يعني المسألة المهمة في هذا الأمر هذا هو أن أغلبية الناس المصابين كما جاء كذلك في البلاغ ديال وزارة الصحة والبيان ديال وزارة الصحة، وأن أغلبية ديال المصابين هم الناس اللي ما عندهمش الأعراض. الناس اكثر 80% الناس ليست لهم اعراض، وهذا بطبيعه الحال مطمئن في واحد الحد لا باس. سناتي الى هذه النقطه بروفيسور برقادي. هذه الاعداد التي هي اكثر ارتفاعا من ذي قبل، والتي تسجل اساسا في بؤر مهنيه او فلاحيه، هل لها اثر فعلي على تصنيف ووصف الحاله الوبائيه في المغرب، ام ان هذا التاثير هو نفسي بالدرجه الاولى على المواطن؟ هو يعني لا بغينا نديروا واحد يعني نحلل هذا الزياده هذه، يعني الحمد لله هناك زياده بطبيعه الحال، زياده معتبره وكبيره ديال عدد المصابين، ولكن الحمد لله ليست هناك زياده في عدد المصابين بالشكل او بالمرض الصعب والوخيم واللي تؤدي الانعاش والمراكز العنايه المركزه. يعني الحمد لله ما كاينش الامر هذا، وكما بينات كذلك في التقرير ان حتى الاماته عندنا باقه في 2% رغم هذا الارتفاع الكبير. يعني ما كانش الحمد لله عندنا ارتفاع كبير في العدد ديال الموتى او عدد الناس اللي دخلوا المراكز ديال الانعاش وكان عندهم مرض خطير. وبطبيعه الحال يعني كم باش نجاوبوا على هذا السؤال، هذا التاثير هو بطبيعه الحال نفسي، وربما يكون تاثير كذلك ايجابي، لان مع رفع الحجر الصحي في المجتمع ربما ملي غادي نشوفوا هذه اعداد كبيره، ربما يعني المواطنين غادي يحاولوا يتحملوا مسؤوليتهم ويحاولوا بطبيعه الحال ياخذوا الاجراءات الوقائيه. نحن ننتظر الايام القادمه، لان نعرفوا يعني الفيروس او المرض تقريبا تيكون صعيب تقريبا في اليوم الثامن ديالو، يعني لداز حتى الثامن حتى العاشر يوم العاشر لما كانش يعني اعراض خطيره، فربما المرض، وهذا ما نتمنى، وربما هذا اللي غادي يكون ان شاء الله، باعتبار ان الناس اللي مصابين اغلبيه هما الفئه النشطه، والفئه النشطه عاده تكون فئه شابه، وغالبا في غالب الامور ما تكونش عندها امراض خطيره التي قد تؤدي الى اصابه بمرض كوفيد خطير. طيب بروفيسور البرقادي، حينما ترتفع الاصابات ما هو الحد الفاصل بين الوضع الذي يكون فيه الفيروس متحكم فيه والوضع الذي نكون فيه إزاء انتكاسة؟
نعم، يعني أقول وضع متحكم فيه هو أنه الفيروس لا يعني لا يتنقل في المجتمع بشكل نقول عشوائي، ولكن نعلم أن يعني هنا نكتشف هذا الفيروس نعلم أن هذا الفيروس جابه من الشخص الفلاني، يعني من مخالط الفلاني إلى غير ذلك، فهذا نعتبر بأن الأمر متحكم فيه، يعني هذا المسألة الأولى. ما دام هناك بؤر فقط وليست هناك يعني نقط مخت يعني متفرقة ديال هذا الفيروس، هذا مثلا الناس اللي ما عرفناهمش منين جابوه، فهذا حين نكتشف كما قلت الأعداد من غير المخالطين ما تبقاش متحكم فيه، ثم كذلك متحكم فيه حين ما تيكونش عندنا داك التشبع ديال المنظومه الصحيه ويعني والمستشفيات كلها مملوءه، وخصوصا كما قلت في السؤال السابق خصوصا يعني المراكز ديال الانعاش وداك الشيء ما تكونش مملوءه عن كاملها، لان حتى استشفاء ديال الناس الغير اللي ما عندهمش الاعراض هذا مساله من ناحية العلميه هي مساله فيها نقاش كبير، واش خصنا يعني هاد الناس اللي عندهم مرض كوفيد وكي ما عندهمش الاعراض واش خصهم يدخلوا المستشفى او ما خصهمش يدخلوا المستشفى. اغلبيه الدول في العالم مشات في انه المرضى هادو فقط يبقوا في البيوت ديالهم بدون استشفاء. المغرب طبيعة الحال خدا يعني مرحله اكثر تقدما في واحد المرحله، يعني انه قال خصنا يعني نحاصروا هذا الفيروس هذا، وحتى الناس اللي ممكن انهم ينقلوا الفيروس خصنا يدخلوا المستشفى ونعطوهم الادويه باش ما ينقلوش الفيروس. فهذا بطبيعة الحال هي بطبيعة الحال نقولوا كانت خطة ديال وزارة الصحة، وربما تكون شي نقاش ديالها في ظل هذا الارتفاع المهول ديال العدد، ارتفاع كبير ديال عدد المصابين يعني في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. طيب بروفيسور برقادي، هذا البؤر المهنية الفلاحية أو الصناعية أو التجارية يمكن كيف يمكن احتوائها وكيف يمكن وينبغي التعاطي معها؟ هل بتكثيف الفحوصات، بإغلاق الوحدات وتطويقها، أم ماذا؟ يعني هل هناك بروتوكول للتعاطي مع مثل هذه الوضعيات؟ هناك طبيعة حال المغرب أقدم على رفع الحجر الصحي في أغلبية تراب المملكة. اللي تيبقى بطبيعة الحال هو أن يجب على الأشخاص باش يتحملوا مسؤوليتهم. طبيعة الحال السلطات عليها أن تقوم بالتدابير الصارمة الوقائية في مكان شي بؤرة، يعني تحاول إغلاق ذاك البؤرة باش ما يكونش انتشار الفيروس من هذه البؤرة إلى خارجها. ولكن طبيعة الحال الأشخاص أنفسهم سواء داخل البؤرة أو خارج هذه البؤرة هذه خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم في إطار عدم يعني نقل العدوى إلى أشخاص آخرين. يعني هذا التحكم لا يمر إلا عن طريق وعي المواطنين بطبيعة الحال. طبيعة الحال السلطات عليها أن تستمر في يعني الإجراءات ديالها خصوصا في المناطق اللي فيها هذا البؤر اللي تكلمنا عليها، ولكن طبيعة الحال هناك توازن بين ما هو اقتصادي، ما هو اجتماعي، ما هو نفسي، ما هو صحي كذلك. يعني هذه الأمور كلها يعني ميمكنناش نبقاو يعني في واحد الحجر صحي دائم، خاص ضروري الناس يخرجوا العمل ديالهم، يخرجوا المسائل، ولكن في نفس الوقت يحاولوا يلتزموا بمجموعه ديال التدابير الوقائيه حتى ما نرجعوش يعني لنقطه الصفر.